الساعة 5 بقى، فلازم أمشي أنا. تمشي تمشي على فين؟ خلاص آخر جيم وهنمشي. لا لا لا، همشي أنا وبحصله. إيه يا جو؟ لا لا، أنا همشي. يلا أنت وراحتك، أنت اللي خسران. يلا سلام. جيم جديد؟ جيم جديد. يلا. انتوا جايين بدري ليه؟ استنوني جوه عبال ما اغير هدوم. اتفضلوا. انت جاي هنا ليه؟ انت اللي جاي هنا ليه؟ انت مالك؟ هتاخدي درس معانا؟ وي بوركوا؟ انت مالك؟ انت هتاخدي درس عربي ليه وانت كل دراستك بره؟ واكيد اكيد ما فيهاش عربي. ايه ده؟ بتضحكي ليه؟ بعدها عيطي يا حبيبتي، عيطي فضفضي، طلعي كل اللي جواكي. بس هتعملي ايه يا حبيبتي؟ ده حكم ربنا يا عبيط، هتعترضي على حكمه؟ لا يا ستي لا، ربنا لا يمكن يكون رايد بكده ابدا، لا يمكن يكون رايد بالبهدله دي كل يومين. انا عارفه انه مغصوب، والله العظيم عارفه، لكن ما ينفعش بعد كل اللي عملته علشانه يكون ده جزاتي. ده انا ضيعت عمري كله عليه هو وقته وعلى يدك. ده حتى طول فترة السجن عمري ما حسسته انه مقصر في حاجة واني محتاجاه. يوم اول ما يخرج من السجن يطوح عني كده وما تلوش، وابقى متبهدلة اكتر من الاول يا ربي، مش عارفة راسي من رجلي. مين يقول كده؟ معلش معلش يا حبيبتي، الراجل برضه معذور، وانت لازم تقفي جنبه وتساعديه. عبيطة، ما تسيبهوش كده، الراجل زي العيل الصغير بيغلط وبيصلح غلطه بنفسه. وبعدين بقى ما يحبش اي ست تزن على ودان، خصوصا لو كانت مراته. ادعي له يا حبيبتي، ادعي له، ادعي له ربنا يكرمه في المحنه اللي هو فيها دي. يا رب ونعم بالله. ان شاء الله يخليكي ليا يا ستنا كلنا. والنبي يا ستي، ما انا عارفه كنت هعمل ايه لو ما كنتش جيت لك النهارده وشفتك واتكلمت معاكي. انا بحبك قوي يا ستي. وانا كمان بحبك قوي. بس يا حبيبتي